عم بتزيد حالات القمع ضد المثليين والمثليات والعابرين والعابرات مع الانهيار، اعتقال، ابتزاز، اعتداء، اغتصاب، اتجار بالجنس. إذا اطلعنا على هيدي المؤشرات، ارتفع عدد التبليغ عنا من 109 بال 2019 ل 360 بال 2021، يعني 283% بثلاث سنين بس. بالقانون بينربط قمع أفراد مجتمع الميم عين بالمادة 534 الشهيرة يلي بتجرم المثلية، بس بالواقع هالمادة هي غطاء قانوني لمجموعة من الممارسات ومنها ما له علاقة بالقانون، كلها بتهدد مجتمع الميم عين. القمع القانوني منه إلا وجه واحد للهوموفوبيا بالمجتمع. يعاني من رهاب المثلية، يعني عندك فوبيا من المثليين جنسيا. بس ينحكى عن المادة 534 بينحكى عادة عن اعتقالات شرطة الأداب بمخفر حباش، اعتقالات غير شرعية بتطال أفراد مجتمع الميم عين بسبب سوء تفسير المادة 534 يلي بتنص على تجريم العلاقات الجنسية المخالفة للطبيعة مش المثلية الجنسية. بس بالواقع معظم الاعتقالات اللي بتتلبس التهمة بتبلش بحجة تانية. مثلا 58% من الموقوفين كانوا لاجئين سوريين توقفوا لأنه ما معهم وراق، والبعض الآخر اللبنانية مثلا بيتوقفوا بعد الاشتباه باستخدامهم للمخدرات. الدليل الوحيد عادة هو شكل الموقوفين على مزاج الدرك، وتجيبه البرهان غالبا ما بيستخدموا التعذيب أو الضغط. يعني المادة القانونية بالواقع بتتكل على ممارسات غير قانونية لتقدر تقمع مجتمع الميم عين. بتحول المادة 534 الهوية الجنسية أو الجندرية إلى مادة للابتزاز. وجود قانون بيستخدم لتجريم المثلية بيسمح لانتشار جرائم مثل الابتزاز مرتبطة بكل ما هو عار وممنوع، وصعب على مجتمع الميم عين يلجأ للعائلة مثلاً أو للأصدقاء كرمال الدعم، لأنه فيهم يكونوا هن المشكلة بالأساس، ولفئات كتيرة شبه مستحيل يتشكوا عند الشرطة بدون ما يفصحوا عن مثليتهم أو هويتهم الجندرية بما أنه النظام مجرمة. وبحال السوريين يلي معظم التبليغات اجت منهم، اللجوء للقانون يعني اللجوء للطرف يلي مسهل الجريمة. مع الأزمة ارتفع عدد الاعتداءات المبلغ عنها بشكل كبير، ومعظمها كانت من لاجئين ولاجئات سوريين مثليين وعابرات بيتعرضوا أولا لعنف عنصري بالمجتمع اللبناني. شو عم تعمل بالوقت على الطريق؟ شو عم تعمل؟ ثانيا لعنف ذكوري هوموفوبي ضمن مجتمعات اللاجئين، وثالثا للعنف الممنهج من السلطات اللبنانية. العنف بغذي بعضه وبيتركب على بعضه، واللي بيكون ضحية لنوع من العنف بيكون ضحية لغير أنواع كمان. مثل ما انه صعب للناجيات التبليغ عن الجرائم الجنسية بظل نظام بيحمي المعتدة وبيلوم الضحية، بعد أصعب أكتر على أفراد مجتمع الميم عين، لأنه أي تبليغ عن الجريمة الجنسية للشرطة بيعني إدانة للنفس، وما بيزمتوا هن كمان من لوم الضحية وحماية المعتدة من قبل المجتمع الأوسع. بالشغل تحديداً في صعوبة إضافية وهي صاحب العمل. تسجلت حالات عدة ضد مثليين وعابرات بمكان العمل، وبأغلب الحالات بتواطؤ بين أصحاب العمل مع المتحرشين ضد الناجيات والناجين. جريمة زاد التبليغ عنها بالسنين الماضية وتحديداً بعد الحرب بسوريا. بحسب تقرير حلم، خلقت شبكات إتجار بالجنس بتشتغل بين لبنان وسوريا بحماية من أطراف مسلحة ومدعومة بتنسق مع بعضها على الميلتين من الحدود. جريمة بتشمل كل هالجرائم يلي حكينا عنها قبل، من خطف واعتقال أشخاص بينتموا لمجتمع الميم عين إلى ابتزازهم والاعتداء عليهم إلى حرمانهم من الحرية بهدف الإتجار فيهم جنسياً غصباً عنهم. جريمة ما ممكن تستمر إلا بغطى السلطات وبحماية نظام بيجرم المثلية الجنسية وبحرض عليها وبيحتمي بالدين وبالتقاليد ليحافظ على نفوذه وعقوته وعقرباحه.